مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا الأوفياء، صحة عيدكم وكل عام وانتم بألف خير. اليوم بعد الغياب الطويل اللي دام أكثر من شهر، اليوم رانا عدنا لكم بفيديو كنا تكلمنا عليه من قبل، وهو طريقة التسجيل في موقع أمازون ترك. هذا الموقع معروف بعد طلب من المتابعين الذين قاموا بالتسجيل في هذا الموقع وتم رفضهم ولم يتم قبولهم في هذا الموقع. اليوم سوف نقدم لكم بعض الشروحات وبعض النصائح عليك اتباعها أخي الكريم، وإذا اتبعتها إن شاء الله سوف يتم قبولك في الموقع إن شاء الله بنسبة 100%. وهذه الشروط التي عليك أن تراعيها أخي الكريم. أنا قد سجلت في هذا الموقع وأنا حصل معي بعض المشاكل، ولكن قمت بحلها وهي مشاكل صغيرة. عندما تقوم بالتسجيل في موقع أمازون ترك وتملأ معلوماتك الشخصية بإنشاء حساب جديد مع وضع الإيميل، ثم تتلقى رسالة على الإيميل بعد التسجيل، تذهب على الإيميل وتدخل على الإيميل وتؤكد تسجيلك أي تكون فرمي، يوجهك إلى أمازون ترك. في هذه الحالة الآن الخطوة الثانية عليك أن تملأ معلوماتك الشخصية وهي بالاسم واللقب وتاريخ الميلاد وصورة من جواز السفر البيومتري أو رخصة السياقة أو بطاقة التعريف الوطنية. هنا يقع المشكل إخواني الكرام، عندما تقوم بإرسال صورة لجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة عليك أن تراعي المعلومات التي في الجواز، وخاصة العنوان الذي موجود في جواز السفر أو في بطاقة التعريف الوطنية. ومن الأفضل أن تضع جواز السفر ليتم قبولك 100%، لأن جواز السفر به جميع المعلومات، وأنت أيضا سوف تضع معلومات العنوان الخاص بك سوف تكتبه أيضا. وعند كتابة هذا العنوان يجب عليك أن يكون العنوان متطابق مع جواز السفر. لقد حدثت معي أنا بالضبط عندما قدمت لهم صورة من جواز السفر، كانت العنوان في جواز السفر مختلف عن العنوان الذي كتبته أنا، هو عنوان واحد ولكن في الرمز البريدي كان اختلاف في الرقم، وبهذا لقد لاحظوا بأن اختلاف في رقم واحد فقط، لأن كما تعلمون موقع أمازون ترك هو موقع معقد وشديد الصرامة، لذا أرسلوا لي وقالوا لي بأن العنوان ليس مطابق مع جواز السفر، لذا فلن يتم قبولك. فأعدت التسجيل مرة أخرى واتبعت جميع الخطوات، وبفضل الله تعالى تم قبولي بنجاح في هذا الموقع، وهو موقع رائع سوف يمكنك من الربح والعمل عليه. هذه الخطوة الأولى إخواني الكرام. أما الخطوة الثانية بعد قبولك في الموقع والتسجيل، سوف يطلب منك موقع أمازون ترك كشف عن حسابك أو فاتورة كانت متعلقة بماء أو بكهرباء، فعليك أنت أن تقوم بوضع لها أو التقاط لها صورة وإرسالها إلى الموقع. يوجد بعض الأشخاص الذين ليست لهم هواتف بها كاميرات ذو جودة عالية ويقومون بالتصوير ولا تظهر جيدا، فيتم رفضهم أيضا. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ اذهب إلى استديو قريب منك أخي الكريم، أعمل لهذه الورقة أو الفاتورة أو كشف الحساب، أعمل لها أسكان أي مسح ضوئي، وخذ معك USB فلاش ديسك أو بطاقة ذاكرة. بعد عمل لها مسح ضوئي قم برفعها على بطاقة الذاكرة ووضعها على الهاتف وإرسالها لهم بجودة عالية وصورة واضحة. وبهذه الخطوتين التي أركز عليهم إخواني الكرام تم بفضل الله تسجيل وقبولي في الموقع، وعليكم بفتح حساب جديد واتباع هذه الخطوات وإن شاء الله سوف يتم قبولكم بإذن الله. لا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو بعد التسجيل في الموقع، وماذا صار معكم إخواني الكرام، ونحن هنا لنجيب على استفساراتكم وأسئلتكم في موضوع قادم وفيديو جديد. ألقاكم بخير، كان معكم عبد النور من قناة إكسب ديزات. لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب من أجل دعمنا لنستمر إن شاء الله وتحفيزنا
في نشر المزيد من الفيديوهات، سوف يكون المزيد إن شاء الله من الفيديوهات في المستقبل القريب. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو على قناتنا، فلا تنسى أن تدعم هذه القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بأي فيديو جديد نقوم برفعه على القناة. أخي أو أختي الكريمة، ألقاكم بخير وعلى خير في موضوع قادم وفيديو جديد. تحيتي لكم جميعاً.